احنا ايه مقاديرنا الاول؟ الاول حاجه زيت، ممكن نستبدله بزيت زيتون او زيت نباتي عادي، ولسان عصفور، حلو، وصدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره، أوه. خضار فروزن او فريش، حلو، صلصه، و يعني مرقه الدجاج بالظبط كده، ورق لورا، حبهان باودر، وفلفل اسود. يلا بينا يا مسكره. الخطوه الاولى، اول حاجه حطينا، طبعا الحله لازم تكون سخنه، حطينا الزيت وانزل بلسان عصفور. اوكي، هياخد بس كده اللون، هنشوحه. حلو، التشويحه بتاعت لسان العصفور والرز والحاجات دي عاده ما بتاخدش وقت على النار. بالظبط يعني كده. معرفش ليه دايما حتى لو النار واطيه، لو ده ماما دايما تقولي لو ايدك مش فيها وهي على النار تتلسع منك. هي فعلا، لان لازم دايما نخلي بالنا عشان حتى كل يعني لسان العصفور كله يبقى لون واحد، مفيش مثلا لون ولون. انت بقالك قد ايه على السوشيال ميديا يا عزيزتي؟ بقالي سنه. سنه؟ اوكي، احنا واصلين لمشاهدات قد ايه دلوقتي كده؟ فرحيني، اديني اخبار حلوه. يعني مؤخرا لا، في مليون واكتر من مليون، لا الموضوع بقى احسن بكتير عن زمان يعني. بس انت منوره قوي في السلطات يا اسراء. صح كده؟ دي حقيقه، وهي اكتر سلطه جابت اعلى نسبه مشاهده سلطه الحمص بالخضار، هي سلطه لبنانيه. انا لسه شايفه الفيديو ده قبل ما ادخل حالا. عاده يعني الانفلونسر او الشيف مثلا لو حاجه، لو هيبدا بفيديو على السوشيال ميديا يحب يبدا بالحاجات الصعبه، بس انت بداتي بحاجات في متناول الناس كلها وحاجات سهله جدا وبسيطه وبرده عملتي مشاهدات. بالظبط، هو ده اصلا يعني المحتوى بتاعي، ان هو انا بحب اعمل وصفات سهله وبالذات كلها تبقى طبق واحد. كل حاجه يعني انا اكتر اكلي كده كله طبق واحد، خضار مثلا، نشويات، بروتين، كله احب ادخل المطبخ اخرج وقت قصير اخرج بطبق ايه كامل. السلطات الغاليه يعني مثلا السلطات المتعارف عليها، السلطه الخضراء، التبوله، الفتوش، سلطه الحمص، سلطه الطحينه، الحاجات دي كلها متعارف عليها وبنعرفوا نعملوها على قد الايد. لو انا عندي عزومه كبيره وعامله بوفيه مثلا سلطات بس، او مش بوفيه يعني، لو هنتكلم في حاجه على قد كده، عامله لاين كده في السفره بتاعتي حاطه فيه مقبلات ومن ضمنها السلطات، ايه السلطه اللي هي الريتشي قوي؟ هو برضو السلطات على حسب نوع الاكل اللي انت تعمليه جنبه. يعني مثلا انا يعني لو اكل مصري مثلا، سلطه البطاطس، سلطه حمص، سواء بقى حمص نطحنه بطحينه او حمص صحيح. حلو. لو مثلا هعمل مشاوي ويعني الاكل كله هيبقى اكترته مشاوي، هيبقى سلطه بقى بابا غنوج، سلطه الطحينه، السلطات بتاعتنا. السلطات انواع كتير، يعني انت تقدري اي خضار باي بروتين عندك تعملي منه سلطه، بس هو الدريسنج بقى هو اللي بيبقى مختلف وهو اللي بيبقى لذيذ، بيحببك في السلطه او لا. السؤال ده انا دايما بساله لاي شيف موجود على السوشيال ميديا بيجي لنا هنا في مطبخ البلد، وعاده كلهم بيردوا ردود دبلوماسيه وبيخلعوا منه بشياكه كده. بس انا عايز اسالك، ايه فكره الفيديو اللي انت عملتيه بصراحه والاكله باظت منك؟ لا الصراحه مفيش. لا انت كده بتهندلي. لا وبجد لا، انت بتهندلي يعني، ده الواحد ساعات يعني لما بيعمل اكل في البيت احيانا الاكل مش طول الوقت بيطلع احسن حاجه. في اعلام في المطبخ بتسقط منهم الملوخيه، بتحصل جل من لا يسمو. لا، ما هي الملوخيه برده عشان تسقط دي فيها حاجات غلط اتعملت. هو ممكن مثلا يعني اكتر وصفه كنت بصورها فعلا وباظت مني في النص، كنت بعمل مكرونه بالبصل المكرمل. وبعد ما خلصت وبحط بس اللبن او الكريمه، طلع ان اللبن او الكريمه بايظين. العقد بتاع الكريمه، مش عارفه بيقولوا على الكريمه عقد ولا ايه، او اللبن بتلاقيها لما بتتحط على درجه حراره تلاقيها قطعت. انا عرفت كده ان هي خلاص، رحت على طول ما كملتش الوصفه. طيب انت البلوفات بتاعتك او اختلافك على السوشيال ميديا، بما ان في محتوى طبخ كتير، انت قررتي ان اختلافك يبقى في البساطه. بالظبط كده. صح كده؟ مش لازم اللي هي الحاجات الغاليه وبتاع، لا انا يعني فعلا حقيقي بحب ان انا بمجرد حاجه بسيطه وخضار واي حاجه موجوده في البيت اطلع منه طبق حلو. انا كده. انت حققتي التارجت الاولاني الا وهو الانتشار بالاكلات البسيطه الجميله اللي كل مكوناتها موجوده عندنا في البيت. بالظبط كده. ماذا بعد؟ ماذا بعد دي يعني حاجات كتير الصراحه، يعني عايزه اتطور اكتر.
ايوه التطور او الخطه اللي انت اصل خدي بالك المنافسه شرسه. ايوه انت بتلعبي في ملعب فيه ناس كتير واقدم منك. بس الفكره ان انا واخداها دراسه. يعني انا مش مجرد حد بيحب يدخل المطبخ انت بتدرسي طبعا. انا بدرس طبخ. اوكي. دي بقى اللي يعني دي اللي مخلياني ان انا عارفه انا بعد كده ايه او اللي انا ماشيه واحده واحده. لا عشان انا يعني باخد كورسات بتعلم يعني انا كمان دلوقتي بتعلم مطابخ تانية. اوكي. وبحب قوي اعمل ميكس مطابخ ده لسه يعني لسه هيبقى جديد عندي على الاكونت بس هو ده اللي انا شغاله فيه ان انا بحب اعمل ميكس هحط بس الفراخ طبعا اتبسطي ماشي. طيب يعني افهم من كده ان الخطه الجايه هتبداي تروحي ميكس. ناحيه مطابخ مختلفه. هو انا عملت يعني عملت على الاكونت بتاعي شاورما تركي والعيش بتاعها وكل حاجه والمسخن. اوكي. الفتره الجايه عايزه اعمل ميكس ما بين مطبخين اللي هو يعني مثلا المطبخ المصري والمطبخ التركي. اوكي. طب انا عايزه اعرف حاجه الشاورما في منها سوري وقريت مؤخرا ان الشاورما اصلها جزائري ودي كانت معلومه جديده بالنسبه لي بس في تركيا بتتعمل بشكل وفي سوريا بتتعمل بشكل وفي الجزائر اكيد بتتعمل بشكل والحقيقه ان المطاعم في مصر عندنا بدعت فيها اللي بيشويها على الفحم واللي بيعمل لحمه واللي بيعمل فراخ واللي بيحط توميه واللي بيحط مش عارف مخلل واللي بيحط فيها بطاطس وعيش الصاج والعيش الفرنساوي وقصص كده. من وجهة نظرك ايه اللي بيخلي الشاورما التركي مثلا تختلف عن السوري؟ هي الشاورما التركي انتشرت بعد السوري يعني بعد ما السوريين انتشروا في تركيا في طهيها نفسه في اعدادها ان هم بيعتمدوا اكتر مش على التوابل خالص هم مش بيحطوا هم اكتر اكلهم ملح وهريسة فلفل حلو هو ده كل اكلهم حتى المشاوي. يعني اختلاف الشاورما عشان احنا بنشوف دلوقتي ايه في الماركتنج يقولك ايه دي شاورما تركي دي شاورما لا هو الشاورما إيه توابلها واحده في كل الاحوال بس الايه بيتحط في حشوه الساندوتش هي اللي بتفرق. الشاورما التركي بيتحط لها خيار مخلل وكل انت اللي عاملاه هم دايما بيعملوا كده والعيش مش سوري بيبقى عيش مخبوز بدقيق دقيق وملح وميه بس دقيق وملح وميه. زي العيش انت عملتي الشاورما بعجينه العيش انت عملتيها فعلا من الالف للياء بالظبط كده وبيتحط معاها بصل عليه سماق وبقدونس وبيتحط كمان في الحشوه بطاطس دي اساس في اي شاورما يعني مش مثلا انت هنا في المصري او السوري بتقولي انا عايزه مثلا شاورما بطاطس. اوكي. لا هناك لو طلبتي لحمه فراخ بتحط لها بطاطس. ذوق الناس عندك في الكومنتات اكتر رايح لاني مطبخ؟ مطبخ المصري ولا الاكل اللي هو الغربي اللي هو الفاستات والحاجات دي يعني رايح الناس اكتر بتهتم بايه؟ لا الصراحه اكتر فيديوهات عندي جايبه تفاعل هو المطبخ المصري. سبحان شوف يا شيخه نلف نلف ونرجع مطبخنا الجميل الصراحة. اللي هو في البوتاجاز الجميله باربع عيون ده اللي ملناش الا اكلنا حبيبنا. يعني اكتر مشاهدات عندي شعريه باللبن بتاعتنا البسيطه اللي هي سمنه ولبن وشعريه وطواجن لسان عصفور كبد وقوانص كده. طب انا عايز اسالك على سؤال الشعريه بلبن بالسمنه بتشوح في السمنه البلدي تحط عليها اللبن والسكر والحاجات دي ودي اكله تقليديه لذيذه يعني هي تقليديه بس هي لذيذه ومتعارف عليها وبتبقى جميله بقى بالليل وبتدفي. انا عايز اقول ان الشوربه كده خلصت بس مجرد احط لها الميه. اوكي. بس انا عايز اعرف حاجه لو هتعملي الشعريه وتحطي فيها كده ايه تاتش اسراء؟ تاتش اسراء الشعريه اللي هي بلبن؟ شعريه بلبن بس هتحطي تاتش بتاعك. ممكن احط كريمه باودر. كريمه باودر بس او وعلى حسب بقى كل طبق يعني مثلا في انا مثلا بحب نكهه القرفه. انا كمان. فانا ممكن احط على الوش بتاعي انا بتاع الطبق بتاعي نكهه قرفه ممكن حتى نحب زبيب وجوز هند. بس أي. هي الاساس هي كريمه باودر. لكن هي ما فيهاش اي اختراعات ثانيه عشان هي بسيطه. صح. يعني في ناس على فكره انا شفتها قبل كده في ناس احيانا بتعملها وتحط عليها مثلا كنافه وفي ناس تعملها وتروح مقطعه عليها ايه على الوش كده فروت سلط بس للتزيين بس هم بياكلوه معاها يعني موزايه تفاحيه فكره كريزايه مش يعني بيحطوا فيها برضو فاكهه علشان يغيروا. فاكهه مجففه على فكره بتبقى احسن كمان من الفاكهه الفريش في الحاجات دي بتبقى الفاكهه المجففه احسن. تصدقي فعلا انا من المدرسه دي؟ على انا بحب قوي الفاكهه المجففه على حسب بس عموما عشان
انا بحب زي ما قلت لحضرتك ان انا اعمل اكله مش مكلفه. يعني الاساس بتاعها مش مكلف. اللي بيتحط بقى فوق دي حريه شخصيه. حضرتك عندك فاكهه مجففه في حط، ما عندكيش، عندنا اكيد كلنا عندنا قرف هنحط. سوداني نحنه، جوز هند، يعني بخليني في الحاجات البسيطه لان كل حاجه دلوقتي بقت غاليه. اوكي انا مبسوطه. بصي انا معايا بالظبط الثلاث دقايق، هنلحق نخلص؟ هنلحق نخلص. ماشي يا عزيزتي. هي اصلا يعني هي خلاص كل حاجه استوت، هي بس لسان عصفور بس يستوي. بس انا مبسوطه من الاكله دي لان هي متكامله، يعني فيها لسان عصفور علشان النشويات، وفيها خضار، وفيها فراخ كمان، فاعتقد ان هي متكامله يعني. بالظبط. وبتعمل كلها في حله واحده. بالظبط كده، ما بتاخدش وقت خالص. مبسوطه قوي من الاكله دي. ان شاء الله هتعجبك. لا بس كمان سيدات كتير من اللي بيتفرجوا علينا دايما عندها شغل مثلا، وعندها اولاد هيروحوا تمرين، وعندها زوجها راجع من البيت، فهي عايزه عيني تعمل اكله فيها كل القيمه الغذائيه وما تاخدش وقت كتير ومش مكلفه، وعارفه عارفه الكومبو ده، انا عايزه اعمل اكله فيها كل ده. بالظبط. وممكن تبقى كمان جديده، عشان يعني احنا عندنا مثلا البسله هناكلها مثلا بالصلصه لوحدها، طب مثلا نزود لها حاجات ثانيه وهتبقى تدي تيست اعلى وتيست احلى من متعودين عليه، مع ان هي هي المكونات. اوكي. انا بحب العب في الحته دي، هي هي المكونات بس انا هاخدها انقلها في حته ثانيه. طب انت على السوشيال ميديا عندك لعبتي حاجه قبل كده فيها حلويات؟ هو انا عموما مش بميل للحلويات، بس انا بشتغل على نفسي في الحته دي، بميل اكتر للحادق، بس يعني برضو بحب اعمل حلويات اللي هي السريعه. زي يعني مثلا اوريو، بسكوت ما كده. بالظبط، عليه اي كريمه شانتيه احنا عاملينه، وفاكهه. اوكي. ايوه انت بتتكلمي عن الكيكه اللي هي سريعه التحضير، اللي هي بتدقي البسكوت اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده. انا كمان مش بدقه، انا بحطه هو مثلا عشان تاخدي الواحده على طول. انا افتكرتك بتعملي البسكوت ده عجينه وتحطي بقى اللي هو محسن الكيك ده ويبقى سبونج، فاهمه قصدي؟ لا لا انا مش مياله خالص للحلويات، فبحب اخترع حاجات جديده وتكون سهله يعني، وتتعمل على البارد. يعني مش بحب برضو تدخل الفرن. ممكن برضو اجيب البسكويت زي ما حضرتك قلتي واطحنه واحط عليه قهوه مثلا وكريمه وقهوه من على الوش، وادخلها برضو الثلاجه وتتقدم جدا. في ترند كده طالع، الشيفات اللي على السوشيال ميديا بداوا يشوفوا الشيفات العالميين ايه الاكلات اللي بيعملوها، وبداوا مش يقلدوهم بس يشوفوا التجربه هتنجح ولا لا. بالظبط. رحتي شويه في الترند ده؟ ما حبيتش اجربه. ليه بقى؟ بصوا انا مش عارفه، يعني زي ما انا قلت انا بحب اكتر ادخل يعني ادرس البلد بمطبخها. أوكي. ما جربش. هي بتاع التفاصيل انت يا يعني. هي حاجه حلوه للريتش، عشان اي حد عنده الصراحه بتعلي الريتش، بس مش انا كده. انا بحب قوي اعلم ستيب باي ستيب، حتى الناس عندي المسج في الدي ام بتجيلي ان انا بعلمهم كل حاجه وحاجات بسيطه، وان هم من حاجات عندهم بقوا بيدوقوا تيست اعلى، فانا حابه كده يعني. انا حابه امشي في كده شويه وبعد كده هاخد خطوه تانية تبقى اعلى، بس مش مجرد اجرب. ما انا ممكن اجربها وما تطلعش حلوه، بس انا كلفت الفيديو فهنزلها. طيب انا محتاجه اشوف التقديمه بقى. اوكي يلا بينا. ثواني جدا. نبي جميله ولذيذه وانجزتنا. الله 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 الله. هو عموما استوى، بس هو فاضل قد ايه؟ انا معايا 30 ثانيه بالظبط. طيب احنا ممكن نقدمها. على فكره هي استوت يعني، هي باين من شكلها ان هي استوت لان الخضار فروزن. لو عايزه بس اقول حاجه، لو الخضار مش فروزن مش مجمد. بالظبط كده. انا اقطعها بس يعني مكعبات اصغر من كده، بالذات الجزر. اوكي. الله عليكي اسراء، بتحلمي بايه على السوشيال ميديا؟ ايه التارجت بتاعك على السوشيال ميديا؟ بحلم بيها على السوشيال ميديا. لا هو انا يعني حلمي بره السوشيال ميديا شويه. عايزه تعملي مطعم مثلا؟ مطعم يكون مختلف زي ما قلت لحضرتك، بيعمل ميكسات مطابخ. يعني مش شرط ان انا عايزه اجرب مطعم مثلا تركيا مثلا، اسافر تركيا. ننشره هنا بنفس